مباشرة ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك بشير. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم أو يتجه إلى توسيع عملياته في خان يونس وفي دير البلح أيضا، هذا بالضرورة سوف يؤثر على الوضع الميداني على الأرض، فما المستحدث لديك في هذا الإطار؟ تحية لكم. يعني بالفعل الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتوسيع عملياته على الأرض، وهو ما بدا واضحا من حجم الانفجارات الكبيرة التي تنوت خلال الساعة الأخيرة في المنطقة الشمالية لهذه المحافظة باستهداف طائرات الاحتلال المتكرر لأبراج مدينة حمد السكنية في المنطقة الشمالية الغربية لمحافظة خان يونس، فيما لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بسياستها المتبعة أخراً، وهي تفخيخ المربعات السكنية ومن ثم تفجيرها وتدميرها عبر سياسة نسف المنازل الفلسطينية في منطقة القرارة الواقعة في ضمن إطار المنطقة الشرقية لهذه المدينة. أيضا نتحدث عن إطلاق نار متقطع وقذائف متواصلة باتجاه المنطقة الغربية عموما لمدينة خان يونس، حيث يعني تتواجد الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط منطقة أبراج حمد السكنية. هذه الأبراج وهذه المنطقة الملاصقة تماما إلى منطقة المواصل التي تدعي إسرائيل بأنها منطقة آمنة، وبالتالي هناك خطر حقيقي على حياة الفلسطينيين الذين يعيشون داخل هذه الخيام الواقعة في غرب مدينة خان يونس، وهي منطقة المواصل التي يتحدث الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة. أيضا نتحدث عن مدينة رفح التي يعني تشهد عملية إسرائيلية متواصلة منذ ما يزيد عن 100 يوم. هذه المدينة التي لا زالت تقصف من المدفعية الإسرائيلية بالأنحاء الشرقية لهذه المدينة، فيما نفذت الغارات الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية غارات متواصلة باتجاه غرب مدينة رفح، وأيضا سياسة نسف المنازل السكنية وتدميرها في هذه المحافظة. كذلك المحافظة الوسطى تحديدا مخيم النصيرات شهد خلال الساعة الأخيرة عدة غارات استهدفت أبراج وشقق سكنية، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 5 فلسطينيين من عائلة الصعيدي في استهداف للمنزل بشكل مباشر، بالإضافة أيضا إلى الغارات التي نفذتها طائرات الاستطلاع بحق مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح كذلك في المحافظة الوسطى، إلى جانب أيضا القصف المدفعي المتكرر للمنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى. نتحدث عن مخيم البريج والأطراف الشمالية، نتحدث عن منطقة المغراقة وجحر الديك ومدينة الزهرة وجميعها أطراف الشمالية للمحافظة الوسطى. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يصعد من وتيرة هذا العدوان ووسع العملية العسكرية الإسرائيلية في أجزاء كبيرة في قطاع غزة، وهذا بالضرورة طبعا بشير سوف يؤدي إلى ارتفاع في عدد النازحين جراء ما يحدث من قصف واستهداف. أشكرك بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة من خان يونس.